قلت لي يا نوري عصام ما خلاك تفوت على الدكان وقلعك انت وعناصر الدوريه. اي نعم سيدي، قلعني وقال لي انه هاي الخبريه مو مزبوطه. بعدين فعلا سيدي انا عينت الدكان من جوا ما لقيت فيها شيء. شلون عينتها من جوا وما لقيت فيها شيء؟ يخرب بيشنكم، لك حاسس الشغل منعفى ايدكم. انا متاكد انه الخبريه مزبوطه 100% سيدي. بس شو سيدي؟ انت رح تبطل لي هالفصول الناقصه تبعك وتبطل لي اخبار كاذبه؟ فوق ما عم نجيبلكم الشغل سيدي؟ بعدين شو هالكاذبه ما كاذبه؟ عم اقول لك سيدي روح اسالوا ابو فارس وتاكدوا منه شيء. شو بدي تهم علمكم شغلكم انا؟ ماشي انت شد نفسك النمس. شفت بعينك؟ لا ما شفت. ليش الكذب؟ اللي بيكذب الله بياخده على النار. مظبوط، اللي بيكذب الله بياخده على النار. وابو جودة بده ياخذ روحه كمان. نوري ماشي بتنزل لي هالضلالة لتحت، بالدم بتسبع فيه فلعه وبتقلع برات الكراكون حتى يتربى وما يجيب لي اخبار كاذبه مره ثانيه. لا سيدي شو ما في غير رجلي بالحاره؟ قسما بالله رح يصير دور مكه من ورا فرقانكم. امشي بلا امشي بلا عليك. دقيق شوي يا نوري، دقيق شوي. لا كنتي يا نوري حلوة قاش الشاي بسبب العادة حلوة. اطلب لي شاي ولا طيلة شي، لأن في كلمتين بخصوص أبطاحهم بدي أحكيهم معه. شو بطاحون وده؟ نزل إيدك أنت أنت هالحركة؟ أنت ونص إيش علي؟ وقت أنا بقول لما تسوي عصام يلي بعرفه. أيوة شو بدك تقولهم اللي بتعرفه؟ والله أنا كنت وقتها بعته يا بطاحون شاي أويش عليهم. اي ما في داعي. الي نمس شو ابو الزوج؟ شلون عرفت بقصة الطاحون؟ مين ابو طاحون؟ نوري لك شو كنا عم نحكي؟ هات شاي. ايوه